صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بيكم وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. هكون معاكم أنا إيمان عزيزة من دلوقتي ولمدة ساعة، وزي ما تعودنا كل يوم حد من الساعة 11 للساعة 12 على الهواء مباشرة، وحلقة جديدة من سكة السلامة. في سكة السلامة النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن ما بقينا بنفرضها على نفسنا، وبقينا بنخليها نوع من أنواع فرض العين بعد ما كانت إحنا ممكن نقدر إن إحنا نستغنى عنها، يعني نعملها أو ما نعملهاش. حلقتنا النهاردة هتكون عن الأعراف. يعني إيه أعراف؟ يعني الحاجات اللي إحنا بقينا عرف خليناها عرف في مجتمعنا، وخليناها بقت حاجة زي ما قلت في الأول، كنا الأول يا إما نعملها ما كناش بنتلام لو ما عملناهاش، وإما دلوقتي خلاص فرضناها على نفسنا وبقت فرض عين علينا. زي ما قلت لحضراتكم في الأسبوع اللي فات والحلقة اللي فاتت، برنامجنا هيكون مكون من فقرتين. الفقرة الأولى هتكون الفقرة الاجتماعية، ودي هنتكلم فيها النهاردة عن عرف بقى سائد في مجتمعنا جدا جدا، بقى خلاص يعني فرض عين علينا زي ما قلنا، وبقينا لو ما حدش عمله ممكن يلوم نفسه أو يحس إن هو قليل وسط الناس. النهاردة هنتكلم عن عرف البقشيش. فقرتنا التانية هتكون فقرة طبية، ودي هنناقش فيها عرف تاني خالص بس عرف طبي. العرف الطبي ده يمكن سائد من أيام الفراعنة وفي بعض الدول العربية، وهيكون عن الختان بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا، استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مرة تانية، ولسه مكملين كلامنا عن الأعراف. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن عرف البقشيش. البقشيش في مجتمعنا بقى دلوقتي، هل هو فرض؟ هل هو دي يعني مساعدة مني لحالة إنسانية قدامي، ولا هو أصبح إتاوة؟ يمكن كان في حكاية كده لطيفة، يعني يمكن ما هي مش طبعا مش لطيفة خالص، يعني بتقول ان كان في واحد بيركن عربيته في جراج معين، والسايس خلاص والصاحب العربيه طالع من مكانه، ابتدى يقول له يعني عايز حاجه الثمن طبعا الركنه وكده يعني. فابتدى الراجل صاحب العربيه يقول له لا انا مش دافع، ابتدى يشد مع السايس. السايس قال له لا ده انت المفروض انك انت تدفع ثمن الركنه. صاحب العربيه قال لا انا ما يعني انت ما يعني الارض دي ارض يعني ارض الله زي ما بيقولوا او ارض الحكومه، فانا دلوقتي انا مش هدفع حاجه. ابتدت الامور تتطور ما بينهم هما الاثنين، لدرجه ان السايس اخذ طوب من الارض وابتدى يحدف على العربيه وكسر لصاحب العربيه العربيه والازاز تماما. الناس اتدخلت، ابتدت تحجز ما بين صاحب العربية وما بين السايس، وطبعا شكل الـ القصة دلوقتي انتهت نهاية مأساوية، بأن صاحب العربية عربيته اتدمرت، وكمان السايس نابه من حب جانب من الضرب من صاحب العربية. دلوقتي عرفنا اللي هو البقشيش اللي بنتكلم عليه النهاردة، هل هو فعلا فرض على أني دلوقتي لازم أن أنا أديه لصاحب الخدمة اللي بيقدمها لي، سواء كان هو جرسون في مطعم أو سواء كان سايس في جراج أو سواء كان عامل في بنزينة، هل هو بقى فرض عليا زي أعراف كتيرة اتفرضت علينا دلوقتي في المجتمع؟ زي ما بنسمع يعني عشا العروسة اللي بيبقى فيه كمية مهولة جدا من الأكل، وغالبا ما بتترمي في الآخر لمجرد بس الوجاهة والبرستيج الاجتماعي، أو زي مثلا ياميش رمضان اللي هو لو ما جبناهوش بتقوم الدنيا وما بتقعدش، لو في حالة مثلا ما الزوج ابتدى أنه هو ما جابش ياميش رمضان بتبتدي الزوجة تقول له يعني لا احنا ازاي احنا مش أقل من غيرنا. هنتكلم اكتر وباستفاضه عن البقشيش وعرف البقشيش مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، استاذ محمد البنا الاخصائي النفسي والسلوكي، منورنا النهارده. ربنا يخليك يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا دكتور. زي ما حضرتك دلوقتي سمعت ان البقشيش بقى عرف، وابتدى ان احنا يعني خلاص، يعني زمان كنا كان ممكن ذوقيا مني ان انا ادي العامل مثلا في الجراج او السايس اللي انا مثلا بركن عنده العربيه بديله مثلا حاجه من عندي، يا يا لا، لان هو اكيد عنده مرتب او اكيد عنده يعني المرتب اللي هو بياخده للشغلانه بتاعته. صحيح. فهل فعلا العرف ده يعني اصبح سائد بالفعل دلوقتي؟
والله هو الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه ليه اكتر من زاويه، يعني في زاويه اجتماعيه وفي زاويه حكوميه وفي زاويه توعويه وفي زوايا كتير جدا عشان نقدر ان احنا نرد على المساله اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ولكن خليني افصل في المقام الاول من فلسفتي انا الشخصيه للموضوع ما بين البقشيش اللي انا ممكن ان انا اقدمه في صوره نوع من انواع الاعانه الاجتماعيه، تمام. ودي بتكون حاله ذوقيه من صاحبها ان انا ممكن اكون قاعد في مطعم او قاعد في كافيه او حاجه بالشكل ده، وانا واعي لفكره ان هو ممكن يكون محتاج ان هو يزود جزء من الدخل على الدخل الاساسي بتاعه. دي انا بفصلها عن الفكره التانيه اللي هي فيها نوع من انواع انا بسميها نوع من انواع الشحاته المقنعه الحقيقه. تمام. بمعنى ان انا اكون المثل اللي حضرتك ضربتيه من شويه ان انا اكون راكن في مكان ما، وان انا اكون يعني الشخص اللي بيجي يطلب مني فلوس ليس له اي حق لا من قريب ولا من بعيد ان هو يطلب مني الفلوس دي، لان الفلوس هو ولا قدم لي خدمه ولا قدم لي منتج ولا قدم لي مساعده، ولا هو مثلا سال لي العربيه، ولا انا راكن في ملكيه خاصه تخصه. فانا بفصل ما بين الجزئيه دي وما بين الجزئيه دي. يمكن عايزه برضو اعرف للساده المشاهدين العرف، هل هو فعلا حاجه واجبه عليا؟ يعني ايه عرف؟ يعني انا فعلا انا دلوقتي عشان المجتمع كله اصبح ان هو بيعمل الحاجه دي، فهل العرف ده اصبح بالفعل واجب عليا؟ هو العرف يمكن يعني ممكن ان احنا نعتبره من الناحيه السلوكيه هو نوع من انواع التعويد، حاجه بتتعمل مره واثنين وثلاثه من شخص واثنين وثلاثه، تكبر الدايره بتاعتها الى ان تصبح سائده في المجتمع كله، الى ان يطلق عليها فيما بعد مصطلح العرف. مصطلح العرف. فهو ممكن يكون احنا يعني دون ان نشعر احنا فعلا ساعدنا في ان احنا نخلق الظاهره دي ان هي تكون موجوده في المجتمع. لكن هو يعني الموضوع لازم ان احنا كلنا نساعد بعض ان هي الظاهره دي لو احنا شايفين كمجتمع ان هي ظاهره صالحة للتواجد خلاص اوكي نحافظ عليها كلنا. يعني احنا سنينا سنة زي ما بيقولوا، او ان احنا ابتدعنا بس سنة عادة، حسنة بقى، بس يعني كان سنة المفروض حسنة تكون سنة حسنة لو بنتكلم من منطلق من السنة، المنطلق لكن ده جزء كبير من السنة دي هو سنة سيئة للأسف، بالظبط. وللأسف هي بقت فيها نوع من أنواع الإرهاب. يعني المثل اللي حضرتك ضربتيه لما أنا بعرفه لما غيري بيعرفه فيبدأ يخاف على عربيته، فيبدأ يقول ايه طب يقول لك انا لما هتجنب يعني ان شر انا بقى الشخص ده اتجنب الشر لان واديله انا وخلاص اديله واخلص. الفلوس 5 جنيه بشتري بيها عربيتي. بالظبط. فينتقل الفكره دي من شخص لشخص ومن شخص لشخص الى ان تصبح سائده في المجتمع، وهي عادة، اصلا في الاساس وهي سنه سيئه وهي عاده. واحنا اللي بدعناها، مش حد تاني اللي بدعها. واحنا اللي بدعناها بس لسبب برضو ان في يعني حتى في قوانين الفيزياء بيقول ما فيش حاجه اسمها فراغ، كل شيء فاضي بيتملي، هو مليان بحاجه بيتملي سواء حتى لو هو، بس هو مليان بهواء حتى لو هو. مظبوط. تمام. فلو هو مش مليان بطريقه صح فهو في الناحيه الثانيه هيتملي بطريقه خطا. غلط. تمام. فهو يعني السايس بما ان هو ده اللي احنا اعتبرناه ان هو العاده السيئه هو سد فراغ خاطئ بشكل خاطئ. طيب بعض من الناس بتعتبر ان دفع البقشيش ده نوع من انواع البرستيج او الواجهه الاجتماعيه. أوكي. يعني انا دلوقتي لو ما دفعتش شكلي وحش قوي، لو انا قاعد مع خطيبتي في كافيه، او ان انا قاعد مع مراتي او مع حد يعني، وخلاص اكلنا وخلصنا، فانا يعني المفروض ان انا بقى بطلع من جيبي البقشيش وبديه للويتر مثلا او للجرسون، في حين ان اصلا التشيك اصلا اللي موجود فيه يعني تقريبا يعني كميه خدمه وضريبه عاليه صحيح جدا. صحيح صحيح. فهل رقم ده كبير. فعلا ده صحيح. صح ولا غلط؟ لا وانا كمان لو تسمحي لي اضيف حته صغيره ان في بعض الكافيهات بقت تستخدم من نفس الحاجه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي بان هو لو ليا باقي ما يرجعهوليش، يعني انا ادفع الحساب في الكافيه او في المطعم ويبقى ليا باقي، ما يرجعليش الباقي على اساس ان هو يعني بيحطني في الموقف اللي انا هوصل فيه في الاخر ان انا اسيب الفلوس وانا ساكت. برضو دي ده نوع من انواع التربيه ان انا لازم اتكلم بطريقه ذوق ان انا اطلب حقي حتى لو الحق ده صغير، لان غياب الحقوق الصغيره بين الناس بيوصلنا بعد شويه ان الحقوق الكبيره كمان بتضيع. كمان بتضيع، لان صحيح. احنا خلاص ابتدينا اتعودنا على ان احنا اللي ضيع الصغير هيضيع صحيح. الكبير. صحيح صحيح. طيب دلوقتي ايه اللي وصل البقشيش ان هو يبقى فرض علينا؟ يعني ما هو مش كل برضه السنن اللي احنا بنسنها او كل البدع اللي احنا بنبتدعها بتبقى يعني بتبقى مفروضه علينا او بتبقى شكلها كويس، مع ان احنا متضايقين من جوانا ان احنا واحنا بندفع البقشيش احنا متضايقين، ما احنا ممكن يكون مش معايا غير الثمن الحاجه اللي انا هشتريها وبس. صحيح. فايه اللي وصل ان احنا يبقى العاده دي بقت عاده وعاده راسخه جدا؟ ليه؟ يعني هو في بعد اقتصادي طبعا في الموضوع، ان الاجور في بعض الاماكن بتكون ضعيفه فبيكون
الموظف او العامل اللي في المكان هو معتمد في الاساس على ده، يعني البنزين على سبيل المثال، عرف البنزين ان بيبقى الاجر صغير جدا، وفي بعض الاحيان بيكون ما فيش اجر اصلا، فالعامل نفسه بيبقى ايه، وكانه يعني عايز يطلب من الزبون يعني المساعده اللي من النوع ده، فهي برضو يعني بتعتمد على تقدير مقدم البقشيش. لو انا تقديري الشخصي بيسمح لي ان انا افهم ان الحاجه دي مستحقه اعملها، غير مستحقه يبقى الافضل يعني ان انا لو ما اعملهاش. انا شايفه ان اللي قدامي فعلا يعني قدم لي خدمه وانا راضي من مظبوط جوايا كده، ونفسيا راضي ان انا فعلا هديله الحاجه دي من جيبي، فانا ده طبيعي ان انا هديها له. صح، لو انا مش راضي يبقى انا لا الام تماما خالص ان انا ما واعتبرها اديتلوش خدمه انسانيه، اعتبرها نوع من انواع التكافل الاجتماعي، اعتبرها صدقه جاريه، اعتبرها بشكل او باخر يعني. بالظبط. تمام. طب احنا حضرتك معانا دلوقتي مداخله تليفونيه. الو، معانا مين؟ دكتور محمد علي، دكتوره التفسير لعلوم القران. الو اهلا وسهلا ومرحبا. دكتور محمد، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا بيك يا فندم، منورنا النهارده في حلقه. ربنا يبارك فيكي، اهلا بيكم، وسلامي للاساتذه اللي معاكي في الاستوديو. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه اعرف من حضرتك، احنا عنوان حلقتنا النهارده البقشيش، عايزه اعرف حكم الدين في البقشيش، هل هو فعلا حاجه حلال ولا حاجه حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصي يا أختي، هذه من المسائل التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة، حتى أصبح كثير من العمال لا يتورع عن سؤال اللي بيسموه بالإكرامية، يعني اللي هي البقشيش. تمام. وفي منهم للأسف الشديد من يراها حقا واجبا له، تمام، ومنهم من ينازع في قدرها، يعني عنده استعداد أنه هو يقاتل حتى يحصل عليها، مع ما يصحب ذلك من التهاون في أداء العمل عند الشعور بفقدان الإكرامية أو ضعفها. بالضبط. اللي يتأمل في هذا الأمر يجد أن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. أولا، أن العامل إذا كان يتقاضى أجرا من الجهة التي أرسلته فلا وجه، يعني ما عندوش وجه حق أنه يأخذ هذه الإكرامية. إذا كان العامل، انتبه جيدا، لأنه إذا كان بالفعل بياخد العامل مرتب فعلا على الشغل اللي هو بيشتغله. إذا كان يأخذ هذا المرتب فلا وجه حق في أن يأخذ هذه الإكرامية. طب هل ليه بقى؟ بنعتبر ده يا فضيلة الشيخ إذا إن هو نوع من أنواع الرشوة المقنعة؟ ما هو أنا عايز أقول إن إحنا عايزين نفرق بين إن الإنسان هو يعني هو اللي بيطلبها أو اللي هي بتجيله لوحدها. فلذلك أنا بفرق أولا إن إذا كان الإنسان العامل دوت بياخد مرتب على أداء عمله، وبين إن العامل ده هو اللي بيطلبها نفسه. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيوضح ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد يقال له ابن اللطبية على صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم عينه على الصدقة. تمام. فلما قدم قال الرجل بقى لما قدم بالصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي لي. انتبه بقى، ده ليكم والفلوس ده لكم دي وذلك أهدي لي وده أهديت لي، إكرامية. آه، إكرامية يعني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا؟ يعني أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العام. يعني من كلام يعني من كلام حضرتك أقدر أقول هل فعلا البقشيش حلال ولا حرام، علشان يبقى فيه رد قاطع في القصة دي والناس تبقى فاهمة كويس قوي هي بتعمل حاجة كويسة ولا لأ. طيب، هو ببساطة شديدة جدا، إذا كان العامل يؤدي عمله ويأخذ أجر عليه
ثم يطلب هذا البخشيش فهو حرام. إذا كان العامل وضابط هذا أن الإنسان لو لم يكن له هذا العمل هل كان سيهدى إليه أم لا؟ يعني أنت لو ما كنتش بتعمل هذا العمل هل كنت هتاخد البقشيش ده ولا لا؟ يبقى يعني الأمر متروك برضو لتقديري أنا الشخصي أو لتقدير الإنسان إذا كان فعلا هو يستحق ده ولا لأ، فنقدر نقول من الجهة دي حلال ولا حرام؟ وليس فرضا عليك، وليس فرضا عليك، خلاص؟ لكن لو انت مثلا بتروحي محطه زي البنزين، بتروحي مثلا مطعم، لك وجرى العرف، خلي بالك برضو احنا لازم يعني نحتكم الى العرف في هذه المساله. اذا تمام. جرى العرف ان انت لما بتروحي محطه البنزين او بتروحي مطعم او بتروحي اي مكان وجرى العرف ان بعد ما بتدي مثلا بال 2 جنيه 5 جنيه جرى العرف، فهذا لا باس به. تمام، انا بشكر حضرتك جدا فضيله الشيخ، يعني حضرتك نورتنا النهارده بمداخله حضرتك التليفونيه واسعدتنا جدا، ميرسي جدا ومتشكره لحضرتك جدا دكتور محمد علي استاذ علوم القران والتفسير، متشكره لحضرتك جدا. شكرا يا فندم، اهلا بحضرتك. برجع لحضرتك مره ثانيه، وكنا دلوقتي بنتكلم مع فضيله الشيخ في قصه ان هو الاجبار، او ان انا دلوقتي خلاص هو اجبرني ان انا هدي البقشيش لشخص ممكن يكون انا مش شايفه ان هو من نوع يستحق، اتصرف ازاي لو الشخص اللي قدامي اجبرني على كده؟ والله هي هنا بقى يعني هنرجع لجزء مهم في الموضوع. هو اي مجتمع في الدنيا هو مكون من حكومه وشعب، تمام، الشعب لازم يكون عنده الدور التوعوي، لازم يكون في وعي، والحكومه لازم ان هي يكون عندها الدور السلطوي، ان هي تكون هي الجهه اللي بتحط معايير المعامله ما بين الفرد ده في الشعب والفرد ده في الشعب. تمام. بنفس القياس ده هنلاقيه موجود في كل الشركات، بنفس القياس ده نلاقيه موجود في كل المصالح. لو موجود طريقه المعامله السويه ما بين الناس وبعضها، هنلاقي ان انا عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، والاخر برضه عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. في ضابط كمان يمكن فضيله الدكتور اشار لي، ان يكون وانا بدي الحاجه دي يكون مقدم الخدمه ما قصرش فيها. تمام. يعني هو ما قصرش بهدف ان هو ياخد جزء فياخد مني حته عشان يكمل الخدمه، ما كملش الخدمه يبقى انا ما اخدش الثمنها يعني. فده الضابط الاساسي. ويمكن انا يعني فضيله الشيخ مشكورا ذكرني بالمقوله او الحديث اللي هو كل ما يؤخذ بسيف الحياة فهو حرام، فهو باطل. فأنا مش المفروض ان انا اكسف اللي قدامي لحد ما يديني الحاجه واعتبر بعد كده ان هي حق مكتسب بالنسبه لي. بالظبط. كده باخد من كلام حضرتك وبقول ان فعلا البقشيش انا الضابط بتاعي هو انا شخصيا، لو شايف ان اللي قدامي ان هو يستحق ان انا اديله البقشيش فانا اكيد ان انا هديله ده، لان انا شايف ان هو يستحق بالفعل الخدمه اللي هو قدمها لي ويستحق عليها ثناء او شكر، وده نوع من انواع المجامله مني انا وليس فرض. انا في نهايه الفقره بشكر حضرتك ويعني نورتنا النهارده، انا ميرسي جدا لتواجد حضرتك النهارده جدا. في نهايه الفقره انا بحب اوجه كلمه بسيطه، ابدا بنفسك، انت ضابط نفسك. انا لو شايفه ان اللي قدامي يستحق ان هو ياخد بقشيش على الخدمه اللي هو قدمها لي، فعلى عيني وعلى راسي انا هقدمها لك وعن طيب خاطر، بس انا ما سنش سنه في المجتمع او افرض فرض عين على المجتمع والزم اللي حواليا كلهم ان هم يشتركوا فيه ويعملوه زيي، والا هتبقى انت شخص قليل وما عندكش نوع من انواع البرستيج والواجهه الاجتماعيه اللي بتخليك انك انت تبقى يعني غير راضي، وانت حتى بتطلع الفلوس من جيبك وبتديها لحد وانت ما عندكش الرضا او ان انت بتديله الحاجه دي. ابدا بنفسك، مش عايزين نسن اعراف من شأنها ان هي ترهق الناس ماديا او تخليهم يحسوا بالدونيه لو ما عملوهاش. في نهايه فقرتنا يعني دلوقتي بشكر حضرتك مره ثانيه، وعايزين نطلع دلوقتي فاصل صغير وهنرجع عشان نتكلم في عرف تاني بس عرف طبي، وهيبقى عن ختان الاناث. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مره ثانيه، استنوا.